ويا هلا وسهلا بكم، الله يعطيكم العافية. ورح نتكلم اليوم عن أفضل 10 خيول في عالم Red Dead Redemption، ولكن قبل ما نبدأ رح أعطيكم ملاحظات سريعة. اختيارك للخيول يعتمد على ذوقك وعلى ما يحبه قلبك. لا يوجد خيل أقوى من خيل، ولا تخدعكم إحصائيات الخيول، ولأنه بسرج واحد فقط رح يغير لك جميع إحصائيات الخيول. ومن باب خبرتي لاحظت أن الاختلاف في 3 أشياء فقط: قوة الخيل في تحمل تلقي الضرر، ولأنه فعلا لاحظت بعض الخيول تتحمل أكثر من غيرها، وكذلك لاحظت الاختلاف في التسارع. بعض الخيول لاحظت فعلا لحظة الانطلاق فقط تكون أسرع من غيرها، ولكن تصل لسرعة معينة وتتوحد جميع السرعات. وأخيرا لاحظت الاختلاف كذلك في الطول، كلما كان خيلك أطول لا يتعرض للسقوط مثل الخيول القصيرة. وملاحظة أخيرة، الخيول العربية هي الوحيدة اللي تمتلك خاصية الإليت هاندلينج. ونذهب إلى الإسطبل ونشتري أفضل سرج موجود باللعبة، سرج الجماجم، واللي راح يكلفك $512. وضروري جدا عشان تحصل على أفضل تسارع تشتري أفضل استيروبس، وهو آخر نوع وسعره $144. وبعدها حط هذا السرج على ظهر أي خيل ورح تلاحظها متشابهة تقريبا، والاختلافات جدا بسيطة وتكاد لا تذكر، ولكن أحيانا نفسيا تشعر أن هذا الخيل أفضل من هذا الخيل، وهذا فعلا يعتمد على ذوق اللاعب وعلى تجاربه. وعيش حياتك في عالم Red Dead Redemption حسب رغباتك واختياراتك، وما عليك من أي كلام. والآن ندخل على أفضل 10 خيول باللعبة بالنسبة إلي. وبالمركز العاشر الميزوري فوكس تروتر البلو رون، سعره $1125 بدون تخفيض، وهذا من أجمل الخيول اللي تمتع ناظري بكل صراحة. وتتميز خيول الميسوري دائما بالتسارع، دائما تلاقيه تسارعه سريع جدا، والتسارع المقصود فيه من لحظة الانطلاق لغاية أقصى سرعة. وإليكم استعراض بسيط للخيل. لون الخيل هذا جدا مميز وما رح تلاقيه في أي خيل آخر، وهذا من أقدم الخيول اللي أملكها وما عمري فكرت إني أغيره. وجميع خيول الميسوري تمتاز بالقوة، يعني ما يموت الخيل بسرعة حتى لو تعرض لرصاص كثير، وهذه من أحد أهم الأسباب اللي تخليني أقول هذا من أفضل الخيول. وبالمركز التاسع خيل التركمان الجري، واللي راح يكلفك $1000 بدون تخفيض، ولكن اسمحوا لي أتكلم عن فصيلة التركمان. هي خيول أصيلة وتتواجد في آسيا الوسطى وتحديدا في تركمانستان، وهي تمتاز طبعا بالرشاقة وطول السيقان، وهذا اللي خليني أفضل خيول التركمان كمركب. وبسبب طول سيقان التركمان من النادر أجد هذا الخيل يقع من أي مرتفع، وبدون أدنى شك قوي جدا في التحمل. ما يعيب هذا الخيول التسارع، في شوية بطء في التسارع، ولكن الخيول جميلة بمعنى الكلمة، خصوصا هذا النوع الجري. لو في إحصائيات كم ساعة ركبت على الخيل أعتقد هذا الخيل يفوز، وبكل صراحة من أكثر الخيول اللي دائما أركبها وما أتردد إني أخذها من الإسطبل. ونصل إلى المركز الثامن الميسوري فوكس تروتر سيلفر تابل بنتو، وهذا الخيل راح يكلفك $950 فقط. هذا الخيل يسحرك بجماله، أنيق لدرجة ما توصف، ومع ذلك قوي جدا وتسارع سريع جدا، وبإمكانك الحصول عليه في الستوري مود ولكن عن طريق جليتش. وهذا الخيل فعلا يستاهل أنه أي أحد يقتنيه، كذلك سعره ممتاز جدا ومناسب للتجول ومناسب كذلك لبعض المشينات. ونصل إلى المركز السابع خيل من نوع كريلو بي فريم أوفرو، وسعره $950، وهذا يجي مع رول الكوليكتر. هذا الخيل يمتاز بالسرعة والتسارع الرهيب، سريع جدا بمعنى الكلمة، ويجعل التجول بهذا الخيل ممتع جدا. وما يعيب هذا الخيل حاجتين فقط: قصر القامة، يعني قد يطيح من أي مرتفع بسيط، وكذلك ضعف تحمل الرصاص، أي قد يموت في أي لحظة.
ولكن هذا الخيل جميل جدا وسريع بمعنى الكلمة، وهذا اللي يطغى على العيبين اللي قلتهم سابقا. ونصل إلى المركز السادس، وهي من فصيلة الموستنج البلاك أوفيرو، واللي راح يكلفك 20 سبيكة ذهبية، وهذا من أفضل الخيول اللي أمتلكها ومستحيل أستغني عن هذا الخيل. ولو تبغى تشرح عن فصيلة الموستنج بقوتها وسرعتها خليه يركب هذا الخيل. خيول الموستنج أعتبرها صديقة المبتدئين، وذلك بسبب أسعارها المناسبة، ولكن خيول الموستنج كور الصحة وكور الاستمناء فل الفل، وتتفوق على خيول كثيرة أغلى منها بالسعر، وطولها وحجمها مناسب جدا، لا هي بالطويلة مرة ولا هي بالقصيرة كذلك. وانصحكم بامتلاك ما يقل عن خيل واحد موستنج. ونصل إلى المركز الخامس، الخيل العربي الأبيض، هذا أشهر الخيول على الإطلاق، واللي راح يكلفك 850 دولار. ما جعل هذا الخيل جدا مميز الستوري مود، وكيف انك تروض وتمتلكه ما بين الثلوج، وكانت من اجمل اللحظات اللي عاشها كل لاعب في هذه القصة. الخيول العربية خيول اصيلة ورشيقة، وتمتاز بالسرعة والخفة، والتسارع لديها ممتاز وخيالي بمعنى الكلمة. وما يميز هذه الخيول عن غيرها الهاندلينج إليت، والخيول العربية فعلا قيادتها مختلفة عن اي خيول اخرى، خصوصا بالمنعطفات وكذلك عند الانطلاق وحتى عند تهدئة الخيل، وتتميز بالاستمناء والهيلث، ولكن بصراحة عند الحروب ابتعد عن الخيل العربي، وخصوصا الخيل الأبيض وحتى الأحمر. وبالنسبة لي هذا الخيل ممتع جدا للنظر ومميز من آخر مكان تشوف هذا الخيل، لونه ثلجي ومريح للنفس. وما يعيب الخيول العربية أنها قصيرة وتتعرض للسقوط في أي لحظة من أي مرتفع، ولكن تظل أفضل الخيول قيادة. وبالمركز الرابع رح نختار التركمان اللون الأحمر أو الجست نات، وهذا الخيل يعتبر من آخر الإضافات اللي أضافتها روكستار لعالم ريد ديد ريديمشن. كل صراحة الخيل شكل، جمال، لون، غير انه تركمان، يعني فل اوبشن، فل اوبشن بمعنى الكلمة، وحاليا يعتبر من افضل الخيول اللي دائما اقودها. وطبعا سبق وشرحت عن فصيلة التركمان وكيف انها مميزة ورشيقة وتمتاز بطول السيقان. وبالمركز الثالث ونستمر كذلك على التركمان، وراح نختار اللون الاسود، وهذا الخيل الجميل راح يكلفك 40 سبيكة ذهبية، ويعتبر ثالث أغلى خيل باللعبة. وبكل صراحة من وجهة نظري فعلا يستحق المركز الثالث لجماله ولميزة اللون الأسود، وكما هو معروف اللون الأسود نادر في الخيول، وبكل صراحة من أفضل الخيول اللي أمتلكها حاليا. ولكن عندي شعور أنه هذا الخيل أطول خيل بالتركمان، وبكل صراحة لما تركب خيول التركمان تحس بالعز، والسبب طول الخيل. ولكن ما زلت أقول أن عيب التركمان التسارع، تسارعها نوعا ما بطيء، ولكن أول ما يصل إلى السرعة القصوى راح تلاحظه سريع جدا. ونصل إلى المركز الثاني، وراح نختار الخيل العربي الأسود، واللي راح يكلفنا 42 سبيكة ذهبية، ثاني أغلى خيل في اللعبة. فعلا هذا الخيل اللي راح يرفع راسك، هذا الخيل يمتلك ميزة الإليت هاندلينج، وراح تشعر مع هذا الخيل بقيادة مختلفة تماما عن أي خيل، تصارع خرافي بمعنى الكلمة أي لحظة الانطلاق، وكذلك يصير إلى سرعة عالية جدا. ويمتاز الخيل العربي الأسود عن بقية الخيول العربية بقوة التحمل، يعني حتى لو دخلت به معركة ما راح يموت بسهولة. طبعا لون الخيل أسود ممتع للنظر، يعتبر من أجمل خيول اللعبة على الإطلاق، مواصفاته طبعا جدا كثيرة، وأنصح جميع اللاعبين المتقدمين بامتلاك هذا الخيل. ونصل إلى المركز الأول، ورح نختار الميسوري فوكس تروتر البلاك ديفيرو، واللي راح يكلفنا 45 سبيكة ذهبية، ويعتبر أغلى خيل باللعبة. وهذا الخيل يعتبر من آخر إضافات روكستار لعالم ريد ديد ريديمشن. طبعا أغلبكم لاحظ أني دائما ألعب بهذا الخيل في أغلب فيديوهاتي،
من تاريخ ما نزل هذا الخيل في التحديث الأخير لروكستار اشتريت هذا الخيل مباشرة، وبكل صراحة حبيته حب مو طبيعي، والسبب لأنه يجمع جميع صفات الخيول: شكل وقوة وتسارع وسرعة، وكذلك طول وحجم مناسب، وكذلك أحس بالراحة والثقة عندما أقود هذا الخيل. ما يعيب هذا الخيل سعره الغالي جدا، 45 سبيكة ذهبية، ولكن مواصفاته تطغى تماما على هذا العيب. سابقا كان الخيل الأسود العربي هو المفضل لدي، ولكن بعد إضافة هذا الخيل صار هو المفضل لدي. وأخيرا نصل إلى ختام الفيديو. طبعا نذكركم، لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. لا تنسوني من اللايك والاشتراك في قناتي لكل جديد. هناك فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى، ورح تكون جدا مميزة، ورح تكون فيها مقارنات ما بين الرولات. أشوفكم على خير وفي أمان الله.